استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حادثين منفصلين بالضفة الغربية بدعوى محاولتهما طعن جنود إسرائيليين. وأفاد مراسلنا بأن فلسطينياً استشهد عند حاجز إسرائيلي شمال مدينة نابلس، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب آخر ادعت أنه حاول طعن أحد عناصرها على حاجز عسكري بالقرب من مفرق بيت عنون شمال شرق مدينة الخليل. ومعنا مراسلنا من رام الله بشار صغير. بشار، حصيلة جديدة من الشهداء، أطلعنا أكثر حول التطورات الميدانية لديك. بالضبط هشام، شهدان ارتقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم في حادثتين منفصلتين، واحدة شمالية الضفة الغربية والثانية جنوبها. نبدأ من الحادثة الأخيرة، إذ استشهد الشاب هيثم عبد الجليل من عصيرة الشمالية، وذلك بحجة أنه حاول أن يطعن جنودا إسرائيليين قرب الحاجز العسكري المعروف بحاجز رقم 17 في نابلس. طبعا تفاصيل أخرى غير واضحة حتى هذه اللحظة حول الحادثة التي جرت هناك بالتحديد. في نفس الظروف كان قد استشهد في وقت سابق الشاب مؤيد جبرين في مفرق قرية بيت عنون، بالتحديد قرب قريته قرية السعير، بحجة أنه أيضا حاول أن يطعن جنودا إسرائيليين. وفي الحادثتين منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الاقتراب من جثماني الشهيدين. بالنسبة لمؤيد جبرين فكان قوات الاحتلال قد احتجزت بجثمانه قبل أن تسلمه للارتباط الفلسطيني الذي كان قد سلمه بدوره إلى مستشفى الخليل، مع العلم بأن جثمانه سوف يشيع غدا. حصيلة الشهداء بشكل عام منذ بداية الهبة الشعبية الفلسطينية مع ارتقاء شهيدي اليوم تكون قد بلغت 149 شهيدا، من بينهم كما هو معروف عشرات الأطفال. شكرا جزيلا لك بشار صغير، كنت معنا من رام الله.